اخبار اليوم. ان احنا نعمل ترشيد طاقه في المصانع بتطبيق الايزو 50000 واحد، وده المهم جدا الناس كلها تبدا بيه، لان المصانع هي اكثر استهلاك للطاقه. حقيقه التجربه بتاعتنا بداناها مع مجموعه من اليونيدو شغالين دلوقتي في 50000 واحد، ومن نتيجه التجربه دي لما عملنا غيرنا بس بند واحد، تغيير اللمبات الهالوجين للمبات ليد في المصانع وفرت 10% من استهلاك الطاقه، او وفرت 80% من استهلاك الطاقه بتاعه الاناره اللي موجوده في المصانع. كانت كام وبقت كام؟ كانت 100% لا لا، يعني انا عايز الناس تسمع ارقام كبيره حاجات اللي هي الماليه بقى. حاجات يعني ممكن فوق ال 1000 كيلو وات، ولا اكثر من 100000 كيلو وات ولا حاجه، واحنا شغالين دلوقتي على المعدات اللي هي الكومبريسور والشيلر، وفي توفير الطاقه مش الكهرباء بس، الكهرباء والغاز، ودي الوفر اللي حصل كميه كبيره جدا. ممكن في اي منتدى جاي بعد كده نبقى نعرض تجربه العربي بالنسبه لترشيد الطاقه. فمن هنا انا بناشد كل المصادر وكل الشركات اللي بتنتج دلوقتي ان هي تبص على استهلاك الطاقه في داخل المصادر وليس على المنتجات بتاعتها بس. سامي دانيال، رئيس قسم الصناعات الكهربيه في الرقابه الصناعيه ورئيس فريق التوجهات الابتكاريه. انا عايزه اكمل بس على كلام المهندس جميل بالنسبه لترشيد استهلاك الطاقه. المصانع اللي بتقوم بترشيد استهلاك وبتدخل في الطاقه الجديده والمتجدده بتاخد حافز في التصدير 1% على الحاجه اللي بتصدرها. يعني احنا برضو بننشد كل المصانع ان هي بتصدر ان هي تدخل في المجالات دي وتيجي تتقدم لمصلحه الرقابه الصناعيه وتاخد نسبه 1% حافز التصدير. كل الشكر والتقدير للساده الافاضل البانل كلها، والدكتور محمد جمال كفافي اللي كان موجود معانا. الحقيقه كل الكلام اللي اتقال كويس جدا، هدخل في الموضوع على طول. كلامي الاول يعني خلينا نكون واقعيين قبل ما نعمل اصدارات وقبل ما نعمل اي حاجه يعني تعود على الاقتصاد وتعود على المواطن بشيء قد يكون سلبي او ايجابي لحد ما. ايجابي طبعا. الاول هتوجه للاستاذه الدكتوره من هيئه المواصفات والمقاييس واقول لها انه حضرتك انت مسؤوله عن المعامل، ما تطلعيش اي يعني انت بتتبعي المواصفه بتاعه الطاقه ومنتجات الطاقه كلها. حضرتك انت لك كل الحق انك تستعملي الليبل بتاعك محفور، يعني عشان منعا للغش ومنعا لصناعات بير السلم. يعني يبقى الليبل زي ما حضرتك بتشتري مثلا كانون او كاميرا كانون، يبقى محفور عليها كانون او علامه مائيه. في وسائل تانية يا دكتوره، لان احنا قعدنا نتناقش في، لا انا بس عايزه اكمل لحضرتك. يعني انا اسفه للمقاطعه. هو الليبل لما يكون محفور على المنتج يكون اوقى واحسن واقيم وارخص من مداولات كتيره. كمان ده هيمنع الغش ويمنع ويسهل مهمة حماية المستهلك. مراقبة الأسواق، الملصق نفسه اللي هو الليبل، حضراتكم والدكتور إبراهيم ياسين لازم نغير مفهوم وشكل الليبل. الليبل ده احنا مش عايزين زي ما قال الدكتور الفاضل أسامة، الليبل احنا بنستغنى عن 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 يعني المهم بالنسبه لنا A وB. يعني لازم نستغنى بقى على اللونج ران، على الميديوم ران وعلى اللونج ران، نستغنى عن C وD خلاص. يبقى هو المنتج شايل الليبل بتاع A وB. الحاجه الثانيه لازم يكون في تشريع قانوني، ولازم يكون في كود عام لكل للمواصفه كلها، وكود لكل مواصفه. وزي ما قلت لحضرتك مراقبه التشريعات دي مهمه حضرتك كجهاز حمايه المستهلك، مهمتنا كلنا الحقيقه، مهمه كل الوزارات المنتجه واحنا كمستهلكين. مراقبه صناعات سوق تحت السلم،
حضرتك انت كجهاز حماية المستهلك، انا بقول لحضرتك شخصيا لاني تابعت بعض مشاريع قومية بتحصل في البلد، وفي بيجي ناس يدخلوا في انتاج بعض صناعات، بعض صناعات اللمبات الليد. حضرتك بيجي حد يعمل ري انجينيرينج لصناعات لمبات الليد من غير اي مواصفات، بيتحملها المشروع، وده بيبقى اهدار عادي.